المؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي في جامعات المملكة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين. معالي مدير الجامعة يعقد مؤتمرا صحفيا خاصا باللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي، ويدشن الموقع الإلكتروني للشراكة الطلابية. مجلس التعليم العالي يقرر إنشاء 5 مراكز بحثية في عدد من الجامعات السعودية، من ضمنها مركز الدراسات السكانية في كلية الآداب في جامعة الملك سعود. رسالة الجامعة تحتفل بألفيتها الأولى بإصدار مميز. تدشين المبنى الجديد لعمادة القبول والتسجيل وعمادة الدراسات العليا أول المشاريع التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين. طلاب الجامعة ينظمون مؤتمر أبحاث طلاب وطالبات جامعة الملك سعود. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم التقرير الأسبوعي لجامعة الملك سعود. كانت تلكم العناوين وإليكم التفاصيل. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، تنظم وزارة التعليم العالي منتصف ربيع الأول المقبل المؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي في الجامعات السعودية. ويتضمن المؤتمر عددا من الورش والندوات العلمية بمشاركة متحدثين أكاديميين من جامعات محلية وعالمية، إضافة لمجموعة من الفعاليات التي تشتمل على عرض بحوث ودراسات علمية وأوراق عمل محكمة ومعرض مصاحب للمنتجات البحثية والابتكارات العلمية الطلابية. وسيشهد اللقاء عرض أفلام وثائقية علمية من إعداد الطلاب. عقد معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي، والذي تنظمه الوزارة كخطوة تأسيسية لمجتمع بحثي في كافة فروع المعرفة والعلوم، حيث يعتبر المشاركون فيه نواة لمجتمع المعرفة، مقدمين خبراتهم ونتائج أبحاثهم للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة. وصرح مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان أن هذا اللقاء التحضيري هو باكورة مشاريع برنامج الشراكة الطلابية، والذي يهدف إلى شراكة فعالة بين الطالب والجامعة تساهم في خلق الشعور بالانتماء لدى الطالب وتعده للنجاح في حياته العلمية والعملية، إيمانا بقدرة الطلاب والطالبات في إعداد وتنظيم المشاريع والفعاليات المختلفة. وأضاف أن هذا اللقاء يهتف إلى تحفيز ثقافة البحث لدى الطلاب والطالبات عن طريق جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 1,200,000 ريال ومحاضرات لشخصيات علمية ومجتمعية بارزة مختصة في ثقافة البحث العلمي. ويتكون الفريق المنظم للمؤتمر من قرابة 350 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، يشرف عليهم الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي. وخلال اللقاء دشن الدكتور العثمان الموقع الإلكتروني للشراكة الطلابية. برنامج الشراكة الطلابية يستهدف بداية الطالب ونهاية الطالب، فالطالب هو الذي يفكر والطالب هو الذي يخطط والطالب هو الذي يشارك، فالهدف الرئيسي هو الطالب، وتبني مبادرة الطلاب هو الهدف الأساسي لمثل هذه الشراكة الطلابية. الشراكة الطلابية لديها العديد الآن من البرامج، باكورة هذه البرامج هو اللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الأول طلاب وطالبات التعليم العالي. يأتي بعدها مبادرة ICDL للطلاب المتوقع تخرجهم بإذن الله السنة القادمة، برنامج الريادة العالمية والدورات التدريبية للطلاب والطالبات هي أحد أيضا المشاريع الشراكة الطلابية التي ستطرح في الفترة القادمة بإذن الله. قرر مجلس التعليم العالي إنشاء 5 مراكز بحثية في عدد من الجامعات السعودية
في مجال العلوم الصيدلانية والدراسات السكانية واللغات والترجمة والبحوث الصحية والبحوث العلمية والهندسية. وقال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح إن المجلس قد وافق على إنشاء مراكز البحوث والدراسات في الجامعات السعودية، والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على العملية التعليمية خصوصا في مجال البحوث والدراسات العلمية والهندسية والطبية والسكانية، إضافة لربط الباحثين بالجهات الداعمة للبحوث والدراسات داخل الجامعة وخارجها. المملكة الآن تشهد نمو سكاني كبير، وقد جاءت هذه الموافقة في الوقت المناسب حقيقة لتساعد التخطيط لنمو السكاني، وأن تبنى الخطط التنمية المرتبطة بالنمو السكاني على أسس علمية رصينة، ونأمل إن شاء الله أن يدعم هذا المركز الدراسات السكانية، والتي في الواقع ستعود بالنفع على المجتمع. ونحن في كلية الآداب نعتز بهذه الثقة حقيقة بالموافقة على إنشاء المركز بهذه الكلية، والكلية لديها زخم من العلماء المختصين في الدراسات السكانية، سواء في قسم الدراسات الاجتماعية أو في قسم الجغرافيا أو في الأقسام الأخرى المرتبطة بالدراسات السكانية. والمركز سوف يعمل بتنسيق مع كافة المختصين في الدراسات السكانية في كافة جامعات المملكة حتى في الجامعات الخارجية، لإخراج منتج يدعم التخطيط للدراسات السكانية. احتفلت رسالة الجامعة بألفيتها الأولى بإصدارها عدد خاص بهذه المناسبة، تضمن تصريحا لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان، عبر فيه عن سعادته بمناسبة وصول الصحيفة إلى هذا الإنجاز الذي يدل على الجهود المتواصلة للقائمين عليها. وأضاف الدكتور العثمان أن رسالة الجامعة جزء من الجامعة تدرك انتماءها إليها وضرورة مواكبتها لمنجزاتها ونجاحاتها المتقدمة، وها هي اليوم تتحرك بانسجام مع حركة الجامعة وتطوراتها المتسارعة. أردنا أن نتوقف عند هذا العدد، نلخص الجهود الكبيرة التي بذلت في التأسيس ثم أيضا في الفترات التالية، ونتوقف عند هذه الفترة التي نعيشها الآن في رسالة الجامعة، في محاولة منا أن نعيد بناء وتوجيه رسالة الجامعة إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى. كما تعلم الألفية حظيت بمشاركات كبيرة جدا من الجامعة ومن خارج الجامعة أيضا، ومن أشخاص كانوا أشرفوا على رسالة الجامعة وأشخاص أيضا عملوا في رسالة الجامعة، وبعض الإعلاميين وبعض الأساتذة المتخصصين وبعض الأساتذة في الجامعة، طلاب وطالبات كثير الحقيقة شاركوا في هذه الألفية. نحن الآن بصدد قراءة هذا العدد ومحاولة الاستفادة من كثير من الأفكار التي طرحت فيه، بحيث أنه يصبح هذا العدد هو موجه لنا في رسالة الجامعة إلى أين نتجه. معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان طرح علي فكرة أنه تحويل رسالة الجامعة إلى مؤسسة صحفية مصغرة، ليست طبعا بحجم المؤسسات الصحفية الكبرى الموجودة في المملكة، ولكن مؤسسة صحفية جامعية متخصصة. كانت هذه بالنسبة لي يعتبر توجيه، ولكنه أيضا يشكل رؤية بالنسبة لي. أصدرنا أيضا مجلتين، وهي أيضا تحريرا وإخراجا بشكل متميز، تمثلان هاتان المجلتان يعني واجهة يعني صحفية ممتازة للجامعة الملك سعود، اللي هي مجلة نوافذ باللغة العربية ومجلة KSU ويندوز باللغة الإنجليزية، وهي موجهة للجمهور الخارجي بشكل خاص، أنا أقصد خارجي خارج أسوار الجامعة بشكل أكبر. يعني المجلة الإنجليزية بشكل خاص موجهة للجمهور الدولي، وتوزع على الجامعات وعلى السفارات السعودية وعلى المبتعثين والحقيات الثقافية وغيرهم من الجهات أيضا يعني العلمية المختصة. كذلك عندنا يعني استطعنا أن نطور أيضا الموقع الإلكتروني لصحيفة رسالة الجامعة، لدينا أيضا موقع باللغة العربية والإنجليزية، وحسب علمي أنه هناك يعني عدد لا بأس فيه الحقيقة من الحضور
لمتابعة هذا الموقع سواء وبشكل أكبر من خارج المملكة، لأنه الصحيفة الورقية قد إنها لا تكون موجودة في الوقت المحدد. يعني هذا العدد الإلكتروني بالنسبة لرسالة الجامعة يكون جاهز يوم صدور الصحيفة، لأنه نعمل عليها في فترة سابقة. الشيء الآخر أيضا أنه طورنا النظام أو خدمة جوال رسالة الجامعة، وهي خدمة إلكترونية أنا أعتقد أنها جدا ممتازة ومهمة. أخبار الجامعة أولا بأول، الأخبار العاجلة، الأخبار المهمة تصل إلى عدد كبير الحقيقة من المشتركين سواء من داخل الجامعة أو خارجها. الجانب الآخر أيضا أنه أيضا الخدمة هذه بدأنا نطورها، نبنيها على شكل قنوات متخصصة. عندنا قناة باللغة الإنجليزية للجوال نفسه، وعندنا قناة خاصة بالدراسات والبحوث، وقناة يعني أخبار عامة، وقناة عاجل، بالإضافة إلى قناة وسائط أيضا، بحيث أنه نبث عدد من الصور التقارير المصورة حتى لو كان يعني بشكل سريع وبشكل مختصر وكذا، لكن للمشتركين. هذه ككل الحقيقة سواء الصحيفة الأسبوعية أو الإلكترونية أو مجلة نوافذ أو خدمة جوال رسالة الجامعة، جميعها تشكل حقيقة مفهوم مؤسسة صحفية، في ظني أنها يعني الحمد لله وصلت إلى مستوى يعني من النضج، بحيث أنها تواكب طموحات الجامعة وتحقق أهدافنا وأهداف أيضا الجامعة. دشنا معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان المبنى الجديد لعمادة القبور والتسجيل وعمادة الدراسات العليا، الذي يعتبر أول مبنى تتسلمه الجامعة من منظومة مباني المشاريع الاستراتيجية التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، عبر مدير الجامعة الدكتور العثمان عن سعادته بالانتهاء من إنجاز مبنى عمادة القبور والتسجيل الجديد خلال 10 أشهر من وضع حجر أساس المشاريع، ليكون باكورة المشاريع الاستراتيجية التي تشيدها الجامعة والتي تضم المدينة الجامعية للطالبات واستكمال المدينة الطبية وإسكان أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مباني الكليات الطلابية، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لأوقاف الجامعة ووادي الرياض للتقنية، مشيدا بكافة الجهود المثمرة التي تبذلها اللجان المكلفة وما تقوم به الشركات والمؤسسات في سرعة إنجاز وتشييد تلك المشاريع الاستراتيجية للجامعة، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للجامعة، لأنها تستهدف خدمة المواطن والعملية التعليمية والبحثية والمجتمع إجمالا، حيث تشمل المشروعات وادي الرياض للتقنية الذي يأتي استجابة من الجامعة لخطة التنمية الثامنة في إنشاء الحدائق العلمية من أجل التحول للاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى أوقاف الجامعة والتي تؤسس لمفهوم جديد للعمل الخيري في المملكة. ضمن نشاطاتها الثقافية وتواصلها مع المجتمع المحلي، عقدت كلية الآداب ندوة بعنوان العنف وسلوك الشغب عند الشباب، شارك بها الأستاذ الدكتور صالح بن رميح الرميح من قسم الدراسات الاجتماعية في الكلية، والأستاذ خالد دراج رئيس تحرير جريدة شمس. وتطرق الدكتور الرميح إلى أسباب العنف وأشكاله وآثاره على الفرد وعلى المجتمع، كما أشار إلى أن العنف الجامعي لا يرتبط بالمؤسسات الجامعية وحدها، ولكنه مرتبط بعوامل مجتمعة تتعلق بالطالب وبظروفه المعيشية والاجتماعية والنفسية. فيما قال الأستاذ دراج إن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى تصاعد وتيرة ظاهرة العنف في المجتمع السعودي. نظرا لما للأبحاث من دور مهم وجوهري في ارتقاء الأوطان والحضارات، وغرسا لروح المنافسة البحثية الشريفة في نفوس الطلاب والطالبات في الجامعة، ينظم طلاب الجامعة مؤتمر أبحاث طلاب وطالبات جامعة الملك سعود لعام 1430 للهجرة. ويعد المؤتمر أحد أضخم المناسبات العلمية الجامعية، ويتميز في فكرته وجوهره اللتان ترتكزان بشكل أساسي على الطالب والطالبة،
وهما المستهدفان الأساسيان مشاركة وحضورا وتنظيما لاكتشاف طاقات ومواهب شابة طموحة. وسنوافيكم في نشرتنا المقبلة بالتفاصيل الكاملة حول فعاليات المؤتمر. أعزائنا المشاهدين، قدمنا لكم التقرير الأسبوعي من جامعة الملك سعود، حتى نلقاكم في التقرير القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.